الحوار ديالنا، بغيت نعرف منك شنو هما العوائق اللي لقيتيهم اللي منعوا بانك توصل لاهدافك السابقه. كاين عوائق داخليه اللي كتهم الشخصيه ديال الشخص، العوائق الخارجيه اللي كتهم لونتوراج والمحيط اللي داير به، وما خاص بنادم يتبازى على ديك العوائق الخارجيه، دونك ديما كيرجع للمشكل هي انا. حاجه ثانيه هو انني في الاغاب اللي كاع اللي كنت مصنفهم في راسي ما كنتش كنظمهم، كنت كنعتمد على واحد لاناليز الواحد اللي غايب، كنقول شنو يقدر يطرا شنو يقدر يوقع من بعد وكنمشي فيه، وشحال مره كنوقف في نص الطريق وكنفشل. حاجه اخرى اللي بغيت نهضر عليها هو اغلبيه ديال لي جون في المغرب كما كنلاحظوا مؤخرا سيكو عايشين غير عايشين وما عارفينش علاش، بنادم ما قادش يوصل لواحد الحاجه من حيت ما عارفش شنو هي ديك الحاجه، خصك ضروري تعرف شنو هي ديك الحاجه. انا وقعت لي شحال مره كنكون باغي ندير واحد الحاجه ما عارفهاش. إذا المهدي شفنا البارح كيفاش تنزل الأحلام ديالك الأرض الواقع وتخدم عليها على أساس أنها أهداف، اليوم غنكمل معاك للمرحلة الثانية اللي غنشوفوا شنو هما التأثير ديال الاعتقادات الشخصية على مدى نجاحك ووصولك لأهدافك. خاص تعرف المهدي باللي خاصك تتفادى التحليل لمجرد تحليل، الذكريات التجارب اللي فشلات ما تبقاش تحلهم لمجرد فقط تحليل نقاش محاولة فهم، وإنما إلا بغيتي تفهم من التجارب اللي فشلات حاول تفهم شنو هو الدرس اللي تخاد، يعني هذا الفشل شنو تعلمت منه وفاش غادي يساعدني باش ننجح في المراحل الموالية. حاول تفهم شنو هي اعتقاداتك الشخصية اللي كتعطل نجاحك. أنا لاحظت من خلال الحديث ديالك تبديتي واحد المشروع بيرسونيل شخصي ديال تنظيم الحفلات السهرات على طريقة غربية، توقفتي لأنك اصطدمتي باللي هذا البرنامج ديالك هذا المشروع ما كيتوالمش مع المجتمع المغربي. السؤال اللي كنطرحو عليك المهدي، فعاد ما توقف على أساس أنه المشروع ما نجحش، علاش ما سولتيش كيفاش تجعل هذا المشروع مقبول ومطلوب من عند المغاربة؟ يعني يقدر يكون هذا بداية استمرارية للمشروع ديالك ويقدر ينقدك في المواقف المقبلة. النقطة الموالية اللي هي أهم وهي نقطة القيم. جميع الناس اللي كنواكب كنلاحظ بأنه من أسباب الفشل المهني والاجتماعي هو أنه كتكون بعض القيم الإنسانية ولا المهنية ولا الاجتماعية ناقصة. خاص تعرف أولا شنو هي القيم ديالك الاجتماعية المهنية الإنسانية، وتعرف بالنسبة للأهداف ديالك شنو هي القيم اللي خاصك تزيد تعززها وتوطدها. في نهاية المطاف المهدي أنت محتاج الآن بيلون دو بيرسوناليتي، يعني تعرف شخصيتك وتعرف القيم ديالك، تعرف بعمق شنو هما الاعتقادات الأخرى اللي ما عندناش الفرصة باش نتناقشوها، الاعتقادات الأخرى اللي يمكن هي كتسبب في فشل ديالك.